السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش شغالين النهاردة، الأسبوع الجاي إن شاء الله. لا، ما أنا مش جاي أشتري، أنا جاي أتكلم معاك كلمتين. لمؤاخذة، مين حضراتكم؟ مين إيه؟ بص لي كويس. لا، أنا اللي كسرت لك دراعك وبهدلت لك المحل وكسرت لك الإزاز. معقولة مش عارف شكلي؟ أنا حضرتك. أنت إيه؟ تتلجلج ليه يا عم رؤوف؟ ها؟ أنا بس جاي عايز أعرف اللي حصل ده قبل ما تعمل المحضر ولا هيحصل دلوقتي؟ مروان كل يوم خطورته بتزيد عن اليوم اللي قبله، وعشان كده لازم احنا كمان نتحرك بسرعة، سواء في موضوع المذكرات أو في موضوع تجميد الأرصدة. وده في إيه؟ طب بص لي كده ليه؟ كمل كمل، نبقى أسرع إزاي يعني؟ لا، أنا مش عاجباني طريقة الكلام دي، لو في حاجة نقوله نخلص. أقول لك أنا، إيه رأيك لو جبنا شوية بلطجية يستولوا على المستشفى هي كمان بوضع اليد؟ لا، مش فاهم. جرى إيه يا محمود؟ ما أنت لسه قال اللي عنده حاجة يقولها، فمالوش لازمة بقى لف ودوران. إحنا عرفنا عن أرض المستشفى الجديدة. أنت بتراقبيني يا مديحة؟ اسمي مديحة هانم. لو أنت فاكر إن حد يقدر يعمل أي حاجة من ورايا تبقى مغفل. أنت إزاي بتتكلم معايا بالطريقة دي؟ أنت بتغير الموضوع ليه يا محمود؟ ما تقولين عملت كده ليه؟ ما هو نفس السبب اللي بنتكلم فيه دلوقتي، عايزين نبقى سابقين مروان بخطوة. تقوم تعمل كده من ورانا وانت كده بقى سبقته بخطوة ولا بتتصرف لمصلحتك؟ مالك يا دينا؟ تتكلمي كده ليه انت كمان؟ جرالك ايه؟ انت كل شوية هتندهش لنا وتستغرب؟ على فكرة دي املاك يا مديحة. قلتلك قبل كده اسمي مديحة هانم يا ولد. وبعدين املاك ايه يا ابو املاك؟ انت نسيت نفسك ولا ايه؟ انا جبتك حتة شحات، وانا اللي اديتك الفلوس عشان تشارك بيها ابني. فلوس ايه اللي اديتيها له عشان يشارك بيها؟ امال انت فاكرة ايه؟ كدبني كدبني لو تقدر. حلو قوي كده، اللعب بقى على المكشوف. بصوا بقى انتوا الاثنين، كل اللي يثبت اللي انت بتخططيه لابنك والمصيبه اللي انتوا بتجهزها له انتوا الاثنين عندي انا، بقى هطربقها على الكل. سلام يا هانم. طب وبعدين؟ ما تقلقيش، ده اجبن من انه يعمل اي حاجه. معلش اتأخرت عليك. لا لا لا، ولا يهمك خالص، أنا اللي خايف أكون معطلك. لا على إيه، مفيش حاجة خالص، عرفت لك اسمي مع رقمك القديم. لا ما ده أنا عرفته خلاص، أنا جاي لك في خدمة تانية خالص. هأمرني. في واحدة اسمها إسراء عبد الله الشناوي، ده اسمها واسم شركة الأدوية اللي هي كانت بتشتغل فيها، أنا محتاج رقم تليفونها وعنوانها لو ممكن. دي كل حاجة عنها؟ أنا ما أعرفش أكتر من كده، عشان كده جيت لك. طب خلاص سيب لي بياناتها وأنا هتصرف، وعد مني إن شاء الله النهاردة هكلمها. شكر جدا. قولي بقى، وأنا أشوفك تاني إمتى؟ هنظبطها اكيد. بس هان، الزفته جابت لك الرقم؟ طب وليه الزفته؟ طيب ما البنت بتساعدنا. لا ما جابتوش لسه، هتكلمني لما توصل لحاجه. طبعا ما هي خدت رقمك، انا اصلا مش فاهمه هي خدت رقمك ليه، حاجه عجيبه قوي بصراحه. على فكره مش لازم تكون خدت رقمي عشان اللي في دماغك. يا سلام. ايوه عادي، يعني انا دكتور تجميل، فممكن تبقى هي محتاجاني في اي حاجه، ولو انها هي اصلا مش محتاجه حاجه. طب خف يا حبيبي على نفسك شويه واهدى كده. ها شرطي مش بتغيري؟ طبعا مش بغير، هغير من نرجس. ولا ما اسمهاش نرجس، اسمها ياسمين. ياسمين تحبي تروحي فين بقى لحد ما ياسمين تكلمني؟ يا سلام، يعني انت هتفضل قاعد مستني اما ياسمين تكلمك؟ طبعا هستنى، ونفسي انها تتكلم بسرعه بيني وبينك لانها بتوحشني قوي. طب خليك قاعد هنا بقى يا حبيبي لحد ما هي تكلمك وبتقولي عملت ايه، عشان عندي مشوار. ما تضحكش يا مستفز. يبقى سلمي على ياسمين. حاضر. مش بتغيري؟ ها ماشي يا رنا.